يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تأويل الرؤى هي من الفتيا؟ هي من الفتيا نوع من الفتيا لكنها ظنية، هي ظنية ولا هي بحكم شرعي، هي بحكم شرعي إلا رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنها وحي، أما رؤيا غير الأنبياء فإنها ظنية. أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، قال أفتوني، نوع من الفتيا ولكنها مبنية على الظن. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربي. نعم.